السلام عليكم اليوم ان شاء الله احنا بدنا نتعلم امرين جديدين بالاوتوكاد من خلال لائحه موديفاي خلص احنا خلصنا اوامر الدرو بطيناها اليوم بدنا ندخل على لائحه موديفاي حنتعلم الامرين التاليين تنفيذ الامر ميرور وتنفيذ الامر اوفست الامر ميرور من اسمه حيعمل لي انعكاس للاجسام بالاتجاه اللي انا بختاره حول المحور اللي انا بحدده، الاوفست حيعمل عندي عبارة عن احاطة للشكل المرسوم بشكل يماثل تماما بالمسافة اللي انا بختارها اما للداخل او للخارج، فإذا الميرور امر انعكاس، الأوفست احاطة للأجسام المرسومة بنفس الشكل نفس النمط لكن بإزاحة إما للداخل أو للخارج فخلينا نشوف عملية تنفيذ هذا الشكل الموجود عندي اللي أنا مطبقة فيه الأمرين سواء أمر الميرور أو الأوفسيت فرجيني عندي هذا المثلث في مثلث صغير داخله فرجيني دايمنشن ومعمول له انعكاس حول المحور هذا الموجود عندي محور الواي اكسس أه بمسافة طبعا بيناتهم وحدة أو واحدة أول إشي خلينا نشوف درو لاين سبيسيفاي first point، هاي بدي أعمل ال ال الخط الأول نشغل السناب ونشغل الأورثو هاي الخط الأول بعدين في عنا مسافته واحد ونص انتر بعدين اطفي الاورثو عشان بدي ارسم المثلث انا وهي رسمنا المثلث كما هو موجود عندي لاحظوا أنه انا لما احدد هذا المثلث ايش بعمل بختار كل خط لحاله آه هذا الإشي حيغلبني لما اجي اعمل اوفست او لما اعمل ميرور لان لما بدي اعمل ميرور بدي احدد الشكل كامل فبدي احدد الثلاث خطوط ولما اعمل اوفست برضه بدي احدد الثلاث خطوط يعني اعملهم سلكشن هيك التحديد اعمل سلكشن فأنا في عندي أمر ممكن يريحني اسمه join هذا الأمر بيعمل لي الأجزاء هاي كوحدة واحدة يعني بيجمعهم مع بعض يعني زي بلزقهم بمعنى آخر بصير جسم واحد فهذا حيختصر علي لما أجي أعمل selection وحتكون نسبة الخطأ عندي كثير أقل من إني أمسك خط خط وأعمل له offset وحيصير في تقاطع وبدي أعمل trim فأنا بروح على modify بختار الأمر join هيو هذا الامر جوين فخلينا نعمل سيلكشن ونختار اه الامر جوين موديفاي عملنا جوين لاحظوا اذا صرت اعمل سلكشن صار يضوي كل المثلث هاي مثلث وحده واحده هذا عملنا جوين طيب بعد ما عملنا جوين هسه خلينا نعمل الامر اوفست بعدين بعد الاوفست بعمل ميرور طيب نختار الشكل بدنا نعمل له اوفست او عادي نقدر بعدين يعني موديفاي ااا اوفست سبيسيفاي الدستنس اوف اوفست خلينا نعمل سلكشن الدستنس هي مبينه عندي هون اللي هي مسافتها 0.25 0.25 انتر سلكت اوبجكت اوفست هاي الجسم اللي بيعمل له اوفست هيعمل لنا سلكشن فشوفوا اما برسم لي بالداخل او برسم لي بالخارج فانا يا بخليه للخارج او للداخل حسب الرسمه الموجوده عندي انا الرسمه الموجوده عندي ايش انه للداخل عملته للداخل هني نفذت الامر اوفست بعد ما اخترت الامر اوفست هسا بدي اعمل له الميرور اعمل له الانعكاس فبروح على موديفاي بختار الامر ميرور select objects هاي الجسم الأول والجسم الثاني وبعطيه انتر عملنا selection بعدين حكى لي specify the first point of mirror line هو حيتعامل مع إنه في عندي مراية وهمية فأنا وين بدي أحط هاي المراية الوهمية أنا بدي أحطها هون حكى لي حدد ال ال first point وحدد the point طلع عندي الشكل erase source object هل الشكل الأصلي اللي انا عملت له انعكاس بدي امسحه؟ لا طبعا بحط no ان enter فصار عندي هاي نفذت انا كل من الأمر mirror ونفذت الأمر offset وكمان يعني اخذنا على البيعة الأمر join فهذول بالنسبة لأوامر modify